في حي سي الحواس 86 لونجما الاسبي. الناس راهي طلقت، الناس راه ماتت، الناس راه دفعت باعت الصيغ تاعها باش تخلص. راك تشوف المشروع هذا رانا ضاربين فيه 16 سنه ومازال ما تكملش، ومازالت لنا غير حاجه تاع لاسينيسمون طريق، والسكنه تاعنا راهم واجدين. احنا ماذا بينا نشوفوا السلطات هذه تشوف فينا. نوفمبر اللي فات كنا مديزينيين باش يشربوه منا، الاداره قالت لنا بلي فوالا راكم ديجيني باش تشربوا في هذا نوفمبر، وحنا في نوفمبر كانت هنا لي زورديور اللي كانت مرميه هنا يبعد بها غربي. وحنا دوك رانا في 3 سنين كاين 90% تاع الشقق راهم مفنيين 100%، باش يسلكوا لنا بقاو لنا غير البرونشمون حاجاكم تاع السينيسمون ولا الطريق هذا واش بقى، ورانا حاصلين في هذا الشيء. كون لا ريسيبسيون سيتي نورمالمون في البريمي نوفمبر هذا اللي فاتت، لا كوميسيون اللي جات عينت المشروع قالوا باللي البريمي نوفمبر تستلموا السكنات تاعكم، وحضرنا في لا رينيون وعطاو لنا ان ديلي تاع بريمي نوفمبر. الور صافي بالبريمي نوفمبر ما شفنا حتى حاجه تحركت في هذا المشروع، والناس راهي حاصله، الناس راهي تستنى في السكنات، وكاين اللي ماتوا، كاين اللي طلقوا، كاين اللي راهم عايشين في الدين، كاين اللي راهم يسلفوا في الدراهم باش يعيشوا، والناس راهي كرهت.